بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون. يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2025 من موقعنا في المعارضة المسؤولة والمواطنة. وبداية سيد الوزير، نؤكد لكم أننا في الفريق الحركي لا ننطلق من نظرة عمياء جوفاء في مقاربة سياسة الحكومة وبرامجها، فقد أعلنا منذ بداية هذه الحكومة بأننا سنمارس معارضة بهوية وعنوان، أي معارضة مواطنة ومسؤولة وذات قوة اقتراحية. لذلك نعتبر بأن المعركة التي توحدنا جميعا هي معركة بناء الوطن ونمائه والسهر على كرامة وسعادة المواطنين. فقد أعلنا مرارا في فريقنا بأننا نرفض العدمية، ومن هذا المنطلق نصفق للإيجابيات وطبعا ننتقد السلبيات بغاية تقويمها. فما يحكم تعاملنا معكم هو برامجكم ومخططاتكم التي نسائل فيها الجدية والنجاعة والأثر على المواطن، وما يحكم تعاملنا معكم أيضا هو السياسات العمومية التي تعتمدونها ومدى امتلاكها لمقومات الفعالية واستجابتها للإشكاليات والانتظارات المتعددة. فنحن ككل مواطنين نتابع الأرقام، ولكن في نفس الوقت نحاول أن نلمس انعكاس هذه الأرقام على الحياة اليومية للمواطن. نتابع أيضا البرامج ونبحث في نفس الوقت عن النتائج، وسؤالنا هو أين ضاعت النتائج وسط هذا الكم الكبير من البرامج؟ ننتهز هذه المناسبة لنناقش الحكومة أولا في لازمة يمكن أن نقول بأنها ملازمة لهذه الحكومة، وهي الاعتداد بالإنجازات باعتبارها إنجازات غير مسبوقة وتقديمها كأنها تمت لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، مع إلصاق كل المشاكل على إرث الماضي. نحن نرفض خطاب القطيعة على اعتبار أن هذا البلد العظيم تطبعه الاستمرارية تحت القيادة السامية والحكيمة لجلالة الملك نصره الله. نناقش مشاريع الميزانية الفرعية في ظل سياقات وعوامل متعددة يطبعها تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة التي تلاها في بداية هذه الدورة التعديل الحكومي الجزئي. فبصرف النظر عن ما أحاط بهذا التعديل من نقاش، فنحن نقول بأن التغيير في الأشخاص يتطلب تغييراً في الاستراتيجيات والسياسة المعتمدة. وقد سبق لنا وأن طالبنا ببرنامج حكومي تعديلي، ونعتقد بأن هذا المطلب له مشروعيته على اعتبار أن عدداً من الالتزامات والتعهدات لم تنفذ، وخاصة الالتزامات العشر نظير اللي غادي نذكركم بها. إحداث 1 مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال 5 سنوات المقبلة، رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض المراتب المتأخرة في جيل المؤشرات الدولية ذات الصلة، التحسين التدريبي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها، تحصيل ضريبي لهذه السنة غير مسبوق. فقط لدينا سؤال. إذا سمحت السيدات والسادة النواب المحترمين تفضلوا. التحصيل الضريبي لهذه السنة غير مسبوق. فقط لدينا سؤال، لما يرتفع التحصيل الضريبي مبدئيا يكون له أثر أو تأثير على القدرة الشرائية للمغاربة؟ وطبعا هذا لم يتحقق، بغينا فقط تفسروا لنا. المفارقة أن معكم المعادلة مقلوبة، بمعنى ارتفاع المداخل الضريبية يكون لها أثر على القدرة الشرائية كما هو الحال في مجموعة من الدول، ميزانيات دول متعددة، علما أن 90% من المداخل هي من نوع جبائي، ومداخل الضريبة على القيمة المضافة TVA يشكل 30% من مجموع مداخل الميزانية العامة برسم 2025، وبهذا فإنكم تؤشرون على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. ويكفي التذكير بارتفاع التيفيا بحوالي 14% من سنة 2024 إلى سنة 2025 سيجد تفسيرا لذلك. ثم عدد المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب تبلغ حوالي، وسمعوا مزيان، 272 مؤسسة، والغريب في الأمر فقط 5 مؤسسات تساهم في المالية العمومية
بغينا غير جواب لهذا الشيء. اذا ما دور 267 مؤسسه اخرى اصبحت عبء على الماليه العموميه وعلى دافعي الضرائب؟ وجلاله الملك سبق ودعا في هذه دمج هذه المؤسسات واصلاحها، ولكنكم عجزتم عن بلوره تصور اصلاحي في قانونكم المالي. ثم قررت إعفاء البقر والغنم والمعيز والجمال من رسوم الاستيراد، زيد عليهم اللحم والمصارن ديالهم مبردة ومجمدة، زيد الروز، زيد الزيتون، العسل. وعندنا تساؤل، هو الجيل الأخضر واش ما بقاش؟ واش لغيتوه؟ هذا هو التساؤل. السيدات والسادة النواب، رجاء تفضلوا. المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية اللي وصى به سيدنا من هذه القبة بالتحديد تبخر دابا من بعد ما بان الفشل ديال 500 درهم اللي عطيتو على الراس واحد ديال الحولي، واللي نبهنا لها غير ما مرة ملي كنتو كدعمو الكساب الأجنبي وكتصدرو العملة الصعبة واعترفتوا بها من بعد، وهنيئا لكم بهذه التوبة النصوح. واليوم تتقدموا إعفاء على الرسوم وعلى التيفيا من أجل الاستيراد. السياسة ديالكم كيغلب عليها الطابع الإطفائي والطابع الإسباقي. وليتوا كدعموا المقاولين الجدد في الاستيراد والكساب المحلي خليتوه. تتقذفوا أثمنة الألف والتضخم والجفاف ومناقشة المقاول المستورد. أين سيولي الكساب المحلي وجهه؟ أكيد وجه المدينة، وبذلك أنتم من يعبد الطريق للهجرة من القرية إلى المدينة بهكذا سياسات منتهجة. واش هذا الكساب ما عندوش نصيب في قانون المالية ديالكم؟ ولا وليتوا كدعموا المقاول عوض الكساب؟ النصيحة ديالنا لكم اليوم هي إعادة النظر في السياسات الفلاحية المتخذة. والله يخليكم، بدون حساسية زائدة خاصنا نعترف بأننا فشلنا فشل كبير في توفير الاكتفاء الذاتي للمغاربة، وهذه حقيقة أصبحت تطاردنا ولا مجال للفرار منها. بالله عليكم، هل يمكنكم الحديث عن الدولة الاجتماعية في غياب إشارة ولو صغيرة أو رمزية لفئة عريضة من المتقاعدين يعانون في صمت مع المرض ومع الغلاء؟ تقدمنا كفريق حركي بالزيادة في الحد الأدنى للمعاش المحدد في 1500 درهم إلى 2500 شهر، وننتظر التجاوب. وسيظل شعار الدولة الاجتماعية غير كامل إذا لم يتم إنصاف وضمان العيش الكريم لهذه الفئة العزيزة والقريبة إلى قلوبنا. بخصوص قطاع الشغل، فالمقاولات الصغرى والناشئة والصغيرة التي تعتبر مشغلاً بامتياز تواجه تحديات كبيرة نتيجة نقص التمويل وتراجع الطلبيات العمومية وتأخر سداد المستحقات. وبالتالي المطلوب اليوم هو دعم هذه المقاولات ومواكبتها وتحفيزها وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الوصول إلى التمويل وتيسير الإجراءات الإدارية، على اعتبار أن نجاح هذه المقاولات هو نجاح للاقتصاد المغربي بأسره. وبالتالي لابد أن تستفيد من التكوين والمهارة ونقل التكنولوجيا بالإضافة إلى التمويل والمواكبة. وفي هذا الإطار فإننا ننتظر المرسوم الذي وعد به السيد الوزير المكلف بالميزانية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار ميثاق الاستثمار، لتكون هذه المقاولات مؤهلة لتوظيف أجراء ورفع أرقام معاملاتها. لا شك أن ما ينتظركم من إصلاحات يجعلكم مطوقين بالوفاء بالتزاماتكم في إصلاح صناديق التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وإصلاح التقاعد وإنصاف المتقاعدين. يجعلكم مطوقين بمحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، بل يجعل على عاتقكم تحقيق الأمل الذي ينتظره المغاربة. السلام عليكم ورحمة الله. شكراً سيدة النائبة المحترمة.